شهدت عدد من المدن الايرانيه احتجاجات عارمه مناهضه للنظام الثيوقراطي الحاكم في العاصمه طهران نظم منتسبو احدى شركات السيارات تجمعا في موقع الشركه للاحتجاج على عدم دفع مستحقاتهم في مدينه عبادان احتشد عمال البلديه احتجاجا على نهب اموالهم وطالبوا باسترجاع حقوقهم التي تنهب لتمويل الجماعات المتطرفه المواليه للنظام ياتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبيه في شهرها الثالث والتي قابلها النظام بابشع صور القمع ضد الشعب المضطهد والذي خرج للمطالبه بحقوقه الاساسيه